مكتب قناة الجسر الفضائي بريف حمص الشمالي. نبدأ جولتنا الميدانية على أحد الجبهات بريف حمص الشمالي، جبهة الكم. حدثنا عن الوضع ابو كامل هون على الجبهة. الوضع الحمد لله الوضع بخير. نحن لواء الصمود المرابطون على جبهة الكم بهذا الجو البارد، والحمد لله كله من فضل الله. عم يحاولوا هني انه يتسللوا، بس نحن كنا لهم بتصدي على جبهة الكم وما عم نخليهم يتقدموا خالص على جبهة الكم، ونحن لواء الصمود باذن الله صامدين وبعون الله سبحانه وتعالى. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك ويجزيكم الخير. خير سيبك. شو الوضع؟ الوضع تمام على الأول، نحن الحمد لله رب العالمين مرابطين هون على جبهة الكم. الله يعطيكم العافية. أنا هون بصد دبابة بيطلع من هون برمي عند هذه الأسطوانة، طلعت دبابة من هون بترمي علينا. أنا هون رافضة عشان أتعاون معها. على هذه الجبهه بدعم ما احنا راصدين هون برغم البرد ورغم انت شو دورك هون اخي الكريم؟ نعم شو دورك هون؟ انا دوري اتعامل اي هدف على اي قدامي عجبت الكم. الله يعطيك العافيه ويجيك خير. تمام الحمد لله رب العالمين. على الاول مبين شيء؟ والله ما لا يعني هم عم تحاول يتسللوا وكل شيء، احنا الحمد لله يعني صامدين وعم نصدر الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم العافيه ويجيكم الخير. الله يعافيك ويقويكم. اخي الكريم هلا بالنسبه للاوضاع الجو شلون هيك يعني شلون امورك بهذا الجو هذا الثلجي؟ والله برد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم العافيه ويجيكم الخير. شو الوضع؟ والله الحمد لله امور بخير ان شاء الله. هلأتي دورك كقناص بهذا الجو البارد، شو مهمتك انت هون على جبهه الكم؟ الحمد لله لله الحمد، مهمتنا قطع الطريق نهائيا عنه ولا الخليه باذن الله يتقدم ولا ولا بشبر واحد. يعني هلا نحن مرابطين على جبهه الكم لواء رضا الشيعي، وصار له ما يقارب 3 شهور ونص، وهن يوميا عندهم عمليات تسلل او بدهم يتقدموا باذن الله الحمد لله عم يمنعون. ليله الماضي وجه الصبح الحمد لله حاول 2 يتسللوا ياخذوا نقطه هون، وطعنا واحد منهم وواحد قتل، وما زال أمامنا لا عم يقدر يسحبوا الجيش ولا نحن فينا التقدم بسبب هالبرد القارس. وهي قدامك طلع الحمد لله، نحن رابطين باذن الله ليل نهار وبنمنعهم باذن الله. وانا بدي اوصل له الرساله هي، اذا عم يتفرج على اذاعه الجسر وبدي اقول لهم اتفرج على اذاعه الجسر وشوفوا وشوفوا الحقيقه. حاج لحد اليوم صار لكم 5 سنين وبلشنا بالساسي انتم عم تكذبوا. وباذن الله بدي اوصل رساله ثاني باذن الله، لو شبر لو شبرها ما بنخليكم تتقدموا لو شبر. ورغم صرنا اكثر من 2 شهر ونص هن عم يضربونا بالطيران الروسي وبالطيران براميل مروحه وعم يقصفونا بالراجمات والهاونات، ورغم مع ذلك الحمد لله احنا ثابتين باذن الله وما بنخليهم ياخذوا شبر ارض، لان هاي الارض طاهره. امثالكم يا خنازير ما بنخليكم تنتسوها باذن الله. هاي الرساله باذن الله بدي اوصلها. شكرا اخي الكريم. نحن هون على الخط الاول جبهه الكم، ما في بعد امتار بيننا وبين الشيعه، حتى بالليل نحن مسوي كمان يعني بصير في مسافه امتار بيننا وبينهم فقط. ونحن هون رغم البرد اللي صاير ورغم الثلج نحن مرابطين وصامدين حتى اسقاط النظام النصيري المجرم واسقاط الداعمين للنظام النصيري. وحتى لو جاب الطيران الروسي والطيران الكوري والطيران الصيني والطيران العالم كلياته راح نضل نقاتل حتى اخر قطره في دمائنا. الله يعطيكم العافيه ويجيكم.